بطاقة التعريب بالمنتج أو الستيكر شيء أساسي لبيع أي منتج في مصر. تعالوا نقابل سامي سند رئيس شركة مصر الستيكر، وبجد دي صناعة كبيرة فعلا، ولكن محتاجة مستثمرين عمالقة لإنشاء مصانع بكر الستيكر. إحنا بنتكلم في مصنع في حدود 180 ولا 200 مليون جنيه، وطبعا هيخدم كل شركات الستيكر في مصر، ده بخلاف التصدير. أنا متهيألي مفيش قطاع في مصر مش محتاجك. أكيد كله محتاج استيكر على المنتج اللي بيتحرك من خلاله. مظبوط مظبوط. الصناعة دي حجمها ازاي عندنا في مصر؟ اللي محتاجينه ليها؟ هل نقدر ننافس ان احنا نصدر منتجات لبره ولا لا؟ المطلوب للصناعة دي ان احنا نعمل توطين للصناعة لعدم توفر الخامات في السوق المحلي. خامات الاستيكر. انت بالنسبة للحركة عشان الناس تبقى فاهمة، انت بتجيب البكر اللي هو فاضي مش مطبوع وحضرتك بتطبعه. تمام. صح كده؟ تمام. وبعد كده تسحبه على بكر تاني بالطباعة بتاعت العميل اللي انت رايح. احنا بنجيب البكر يعني جامبو رول، رول اللي بيبقى عرضه كبيرة. متر. ايوة. متر في طول 2000 متر او 3000 متر، بنعمله سليتنج ويخش جوه المكنة مراحل الطباعة، مراحل الداي بانشنج عشان ياخد الشكل سواء دايرة مستطيل واتيفر. تمام. بيبقى مطبوع عندي لغاية 7 لون او ابيض عشان الديسباتش ليبل، باركود ليبل اللي هو الحراري بتكنولوجيا سويسرية لكل الصناعات المختلفة. يعني المطلوب هنا ان احنا طبعا المنتج غير متوفر في السوق المحلي، ومع ظروف الاستيراد الصعبة حاليا ان احنا نوطن الصناعة، نعمل توطين للصناعة في السوق في داخل مصر. هو مصنع المواد الخام نفسه بكام؟ يعني الرول الابيض السادة اللي من تحته سيليكون وبينهم لازم، يعني هو مش مصنع واحد. آه. هو مصنع بيصنع الفيس ليبل، الوش الاستيكر بخاماته المتعددة بقى، سواء نص لامع، سواء حراري، سواء وش بلاستيك ابيض، وش بلاستيك شفاف، وش بلاستيك ميتالايز، بالاضافه الى السيليكون ريليز. السيليكون ريليز ده الحامل للستيكر. السيليكون ريليز ده مصنع منفصل عن المصنع الثاني اللي بيعمل الوش بتاع الستيكر. ودي صناعات تقيله زي البتروكيميكالز، يعني مينيمم 500 مليون جنيه راس مال عشان نعمل مصنع زي ده في مصر. انت هتصنع ورق بقى؟ بالظبط كده. تصنيع ورق، لان هو انت عشان تجيبه هنا وتعمل المرحله الاخيره اللي هي الكوتينج، ان انت تجيب كوتينج ماشين تسمغ الوش ده، تسمغ الظهر بتاع الوش مع السيليكون ريليز مع الحامل عشان يبقى بكر ستيكر منتج كامل للسوق والتصدير كمان. يعني اخيرا صناعه الورق والكرتون ومواد التعبئه والتغليف والطباعه هي الاخطر على الاطلاق في مصر، لان مفيش منتج مش بيتحط في ورق وكرتون بعد التغليف والتعبئه وطباعة كل بياناته عليه. واستخداماتنا من الورق الصحي ملهاش حدود في كل حياتنا، وبجد اللي فاتوا معارض باك تو باك وتشومي وبيبر خسر كتير.